يتقدم الطالب معاذ الدويك ومعه اللجنة الشيخ عبد الإله التيجاني والشيخ إسماعيل كيسان وفضيلة الشيخ محمد بن شريف السحابي إلى المنصة، فليتفضلوا جميعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. قل ولم يكن له كفؤا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل حسد. قل أعوذ. ولم يكن له كفؤا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب كفؤا أحد. قل ولم يكن له كفؤا أحد. قل أحد. قل أعوذ برب بالفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. النيس ملك النيس إله النيس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور النيس من الجنة والنيس. ولم يكن له كفوا أحد. أحد الله أكبر. أحد لا إله إلا الله. والله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات
النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر صدق الله العظيم. الله في فضيلة القارئ معاذ الدويك على هذا الختم الرائع